دور التحرير المالي في أداء الجنوب. وجدنا أنه من خلال الإحصاء الوصفي، مش هذا الوصفي الذي هنا، الوصفي الذي هو فيه مقياس يسمى مقياس التصنيف الكلي تبع لجنة بازل، وتحليل معايير كامل، في تحليل وصفي وفي تحليل كمي، التحليل الكمي الذي هو هذا الاستدلالي اللي احنا استخدمناه. معناته انه في الدور يكون الباحث مهتم في توجيه العلاقه. مش احنا اخذنا في الفرضيات، انه الفرضيه ممكن تكون موجهه او غير موجهه. الغير موجهه تكون مهتم بايجاد العلاقه دون دون معرفه اتجاه العلاقه. مثلا اذا تغير المتغير المستقل بالزياده فان هذا يتغير بالزياده، تمام؟ اتجاه موجه. لكن عندما يكون الدور هذا هو الباحث المهتم في معرفته، قد يكون الدور ايجابي وبالتالي يؤدي الى تحسن المتغير هذا، وقد يكون الدور هذا ايش؟ سلبي. فالباحث قبل ان يبحث مش عارف. يعني ما الفرق بين الدور والعلاقه؟ في العلاقه هو مجرد ما يكون اهتمام الباحث مجرد ايجاد رقم نحن نسميه معامل الارتباط. بس اذا وجد معامل الارتباط بيرسون او سيبرمان بين المتغيرين فهذا يعني انه المتغير هذا له علاقه بالمتغير هذا. يكون التحليل هكذا ما يتعدش كذا لانه هو مهتم بظهر العلاقه بس. بس يا دكتور بالفرضيات انا اشوف مثلا لما نجي الفرضيات زي كذا 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 فندرس علاقة الارتباط والتأثير بين قوسين. تمام. إذا كان هو يقول الارتباط والتأثير معناته إنه بيضطر يأخذ الاثنين معه. يجوز لأنه من وريهم كمان إحنا هم أخذوا الارتباط وأخذوا التأثير فعلا. بالدور. زي كلهم. بالدور. الفلاشة حقي والله يا عبد الله شوف رنا كامل قل له لو سمحت جيب لنا فلاشة الرسائل قل له رسائل على الشباب اللي معنا.